السلام عليكم. عم اختار هذه المقطع كل سبي موديل 97 شوف هذا بالنسبة للموديل يخدم المراجل باه فيش حتى حتى ما شوف انا ما فيش حتى شيء تم جست كونسوماسيون تاع الموديل باه 5 لتر تمشي معدل 60 70 كيلومتر 50 60 70 كيلومتر اللي ماكس على بدلت فيت الهواء عملت الفيدونج فيت الزيت الشان فيت ريسونس فهمتني ما نعرفش هو لي بوجيات زاد ديجا هذا الموتور معناها ها باش نشوف معناتها تسيت البوجيات ها ديجا ديجا فما فرق تسيت البوجيات فهمتش كونسوماسيون مناش 5 لتر معناها هي معدل معناتها 4 شيفو هي معدل 4 لتر نص 5 لتر في 100 كيلومتر باه انا 50 كيلومتر حتى خارج معناتها وسط البلاد خلي كان اذا في وسط البلاد تمشيني حتى اقل معناها فهمتش شنو هو المشكل وين ان شاء الله تعاوني يا مختار وشوف لنا الحل شنو هو لازم نبدل شنو ديجا انت تعرف معناتها موتور كورسا 4 سلندر واضح معناها فيش حتى اشكال تعرف ديجا عندك شفت برشا فيديوهات تحكي عليه تمشي البروبليم مناش وهي بطبيعتها السيمي انجكسيون والسلام.